رجعنا لكم مرة تانية. العيان بتاعنا دلوقتي نايم جميل، شايفين السلك معانا هنا. هنبدأ إن شاء الله نشفط البطن جنب اليمين جنب الشمال، اطلع لفوق كده. هنرجع لكم إن شاء الله فيديو أخير لما نخلص البطن كلها. تابعونا. رجعنا لكم مرة تانية، خلاص نحتنا نص البطن اليمين. الجناب اللي كانت بارزه لبره في الفيديو اللي فات خلاص اختفت. سمك الجلد هنا بقى رقيق خالص اهو، تمام. حتى الجناب من هنا شفطت بالكامل، بقت منحوته وداخله لجوه. العكس تماما الجانب الشمال، لسه الدهون فيه مليانه، لسه سمك الجلد فيه تخين مقارنه اهو، شايفين فرق كبير جدا. كل ده فتحات صغيره تكون مخفيه مش باينه خالص. هننحت النص الشمال ان شاء الله ونرجع لكم بفيديو تاني، تابعونا. رجعنا لكم مرة أخيرة، خلاص خلصنا الحلقة بتاعتنا الحمد لله. ده الشكل النهائي، شفطنا دهون الجناب بالكامل سواء على اليمين أو على الشمال. البطن بقت فلات خالص، هننسك كده الجلد، شوف المرونة بتاعت الجلد. لو تفتكروا الفيديو اللي فات كان هنا مليان دهون، دلوقتي خلاص بقى الجلد رقيق جدا. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، أشوفكم على خير.